السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله جميعا تكونوا بخير. انا عمرو موسى ودي قناتي قناه غاوي قهوه. زي ما تعودنا دايما ان كل ماكينه بنشتغل عليها لازم نعرف ازاي نعتني بالماكينه، نعمل لها دوره تنظيف الديسكيل اللي هو اهم حاجه في الماكينه عشان تحافظ على ماكينتك والعمر الافتراضي، وكمان عشان تاخد طعم وريحه كويسه للقهوه وجوده كويسه لازم تحافظ على الديسكيل ومواعيده. النهارده ان شاء الله هنعمل سوا ديسكيل لماكينه ساتشي الاوتوماتيكيه. الديسكيل سهل جدا وبسيط في الماكينه دي بالذات، بس هو في شويه تفاصيل كده هنعرفها ان شاء الله واحنا بنعمل الديسكيل سوا على السريع. الطريقه مش هتاخد مننا اكتر من دقيقتين ان شاء الله. في محاليل ازاله ترسبات كتيره متوفره في السوق، اقرب واوفر محلول بالنسبه لك تقدر تستخدمه، بس اهم حاجه تكون بتثق فيه وفي الشركه المصنعه او المنتجه ليه. في حاجات محليه، في حاجات مستورده. انا هستخدم النهارده كوفيتوكس. المحلول ده بينزلوا منه اكتر من عبوه باكتر من مقاس، وطبعا العبوه بيكون مكتوب عليها كافه التفاصيل، الكميه او النسبه اللي هتستخدمها مع الديسكيل بتاعك ومكونات المحلول وغيره. طبعا في ناس ممكن تستخدم الخل او ملح الليمون، بس انا شخصيا دايما بفضل مع كل ماكيناتي اني استخدم محلول ازاله الترسبات. الجميل في المحلول ان هو بيحافظ اكتر على الماكينه. الميزه ان دايما بيكون فيها مكونات كتير، اهمها او اهم عنصر في المكونات دي يهمنا اللي هو المثبطات التاكل او الحاجات اللي بتحافظ على الماكينة من التآكل. طبعا برضو ضروري جدا ان احنا نراجع المانيوال او الكتيب الارشادات اللي بيجي مع الماكينة. في كتيب ارشادات يقولك عادي انك تقدر تستخدم الخل بنسب معينة، وفي كتيب يقولك يعني يفضل انك تستخدم محلول ازالة الترسبات، وفي كتيب يقولك انك تستخدم او تقدر تستخدم ملح الليمون. فكل ماكينة برضو الشركة المصنعة هي اللي بتضمنها، وهي اللي بتضمن لك طريقة تشغيلها وطريقة العناية والحفاظ عليها. العبوة بتيجي متغلفة زي ما انت شايفين كده، ومكتوب عليها كافة التفاصيل والمكونات وطريقة الاستخدام والنسب وكل حاجة. النسبة اللي انت بتحطها على تانك المية بتاعتك تبع كل محلول. يعني كوفي توكس هنا بيقول انك انت بتستخدم 100 ملي كل 1 لتر، فاحنا هنستخدم العبوة كاملة على التانك، لان التانك تقريبا بيكون حوالي 1200 ملي. هنضيف ال 100 ملي كامله او هنضيف العبوه كامله. العبوه كمان هنا عليها تدريج برضو قياس بالملي لو عايز تستخدم اقل من 100 ملي. طيب كل قد ايه بتحتاج انك تعمل عمليه الديسكيل او دوره التنظيف؟ كتيب التعليمات بتاع الماكينه كاتب انك انت كل شهرين الى 3 شهور بحد اقصى بتعمل عمليه الديسكيل بتاعتك. هضيف ال 100 ملي كامله من المحلول في تانك الميه. بعد كده هعبي التانك ميه لحد علامه ماكس. حطيت المحلول بتاعي 100 ملي وعبيت التانك ميه لحد علامه ماكس. هركب التانك في الماكينه، هنشغل الماكينه بتاعتنا ونستنى ما تسخن وتكون جاهزه. طبعا حوض التقطير هتاكد انه فاضي تماما عشان لو نزل مننا ميه في حوض التقطير. الماكينه دلوقتي سخنت وجاهزه للتشغيل. هحط الوعاء بتاعي وهضغط على مفتاح الاستخلاص الدبل شوت. لاحظوا هنا هينزل كميه 2 اوز او كميه الدبل شوت اللي انا محددها للماكينه. الماكينه نزلت الكميه ووقفت من نفسها. بعد كده هفعل وضعيه التبخير. هتخلص من الميه اللي نزلت من الماكينه. دلوقتي الماكينه جاهزه للتبخير، الوضعيه شغاله. هحط الوعاء بتاعي، اتخلصت من الميه اللي نزلت فيه، هوجه عصايه التبخير على الوعاء وهلف مفتاح التبخير كاني بعمل عمليه تبخير للحليب. واحده واحده لحد ما اوصل للاخر. هسيب الماكينة على كده لمدة دقيقتين، يعني هنزل بخار من عصاية التبخير لمدة دقيقتين كاملين، بعد كده اوقف الماكينة. وبعد الدقيقتين ما عدوا هوقف التبخير بتاعي. وقفت الماكينة على التبخير وهطفي الماكينة تماما، هضغط على زرار اوف. انا كده طفيت الماكينة، هخليها كده 15 دقيقة. المحلول حاليا جوه الماكينة قاعد بيتفاعل ويقوم بوظيفته، فاحنا هنخليها 15 دقيقة وبعد كده نرجع عشان نكمل. بعد ما سبت الماكينة ربع ساعة كاملة عشان المحلول يتفاعل جواها، هشغل الماكينة مرة تانية واستنى برضو لما تكون جاهزة. الماكينة جاهزة للتشغيل. كل المطلوب مني ان انزل المية بالمحلول كاملة اللي في التانك، وده هيكون كالتالي. هنضغط على زرار دبل شوت، هنستنى ما ينزل الكمية والماكينة توقف لوحدها. هنضغط عليه مرة تانية ينزل الكمية وتوقف لوحدها، وهكذا. هنعملها مرتين ثلاثة. بعد كده هنفعل وضعية التبخير. لما تكون الماكينة جاهزة للتبخير هنلف مفتاح التبخير، ننزل كمية بخار من عصاية التبخير حوالي دقيقتين ونوقف. هنفضل على كده لحد ما نخلص المية اللي في التانك. قبل ما نوصل لنهاية التانك بحوالي 1 سنتي هنوقف العملية عشان الماكينة طبعا ما تسحبش هواء. يلا بينا، انا دلوقتي هعملها وياكم على السريع عشان وقت الفيديو.
الماكينة وقفت وجاهزة للتشغيل، هضغط للمرة التالتة. لازم كل مرة أبدأ فيها استخلاص تكون الماكينة قدامي جاهزة للتشغيل مش باردة، لأن انتوا عارفين ان احنا لو سحبنا كمية كبيرة الماكينة هتبدأ تبرد، بس في الغالب هي مش هتبرد لأن البويلر بتاعها 200 ملي. يلا بينا. خلصت للمرة التالتة، هتخلص من المية اللي في الوعاء بتاعي، والمرة الجاية هبدأ من عصاية التبخير. أفعل وضعية التبخير، الماكينة جاهزة للتبخير، هنزل بخار من عصاية التبخير لمدة دقيقتين. نزلت بخار لمدة دقيقتين، هوقف عملية التبخير. نخرج من وضعية التبخير ونستنى 5 دقايق لما الماكينة تكون باردة وينفع تنزل مية من مكان نزول الاستخلاص او مكان نزول الاسبريسو. الماكينة دلوقتي جاهزة، هضغط تاني على زرار الاستخلاص الدبل شوت واستنى الماكينة تخلص. الماكينة خلصت، هضغط مرة تانية كمان. من وقت للتاني لازم اتخلص من المية اللي موجودة عندي في الوعاء. افعل برضو وضعية التبخير مرة تانية واستنى تكون جاهزة، وبعدين ابدأ التبخير بتاعي. وبعد ما خلصت نزول البخار لمدة دقيقتين هوقف البخار وارجع اكمل من الاستخلاص. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت انكم كل مرة بعد ما بتخلصوا التبخير بتريحوا الماكينة لمدة 5 دقايق عشان نرجع نكمل في نزول المية من مكان الاستخلاص. طيب اللي مش عايز ينتظر 5 دقايق وعايز يبرد الماكينة بنفسه عشان يكمل العملية هيعمل ايه؟ هيضغط مباشرة على زرار الاستخلاص. هيديك الاول هنا تنبيه، التنبيه ده وظيفته انك انت ما ينفعش تعمل قهوه دلوقتي، لكن احنا مش هنعمل قهوه. هنضغط على الزرار مره ثانيه. لاحظوا هنا الماكينه دلوقتي بتقوم بعمليه التبريد التلقائي من نفسها عشان انت تكمل على طول مباشره. لاحظوا هنا وهقفل الاول مفتاح التبخير كده، انا بردت الماكينه بتاعتي وجاهز ان انا انزل ميه من مكان نزول الاستخلاص. طبعا وانا شغال في عمليه الديسكيل لازم بكون مراقب التانك كويس. انا كده خلاص وصلت عند علامه ميني، بوقف الماكينه وبكده انا خلصت المحلول بتاعي. هاخد التانك زي ما انتم شايفين باقي فيه حوالي 1 سم فوق الصمام، مش هننزل تحت الصمام عشان الماكينه ما تاخدش هواء. هاخد دلوقتي التانك هغسله كويس جدا من مكان المحلول وهعبيه بميه صالحه للاستخدام. دلوقتي التانك في الماكينه وهعيد نفس العمليه بالظبط اللي احنا عملناها بس المره دي بدون محلول. المره دي هيكون هدفها شطف الماكينه من اثر طعم وريحه المحلول عشان ما ينزلش في القهوه بتاعتي فيأثر على الطعم والريحه، وطبعا غير ان هو هيكون له تأثير ضار على الصحة، فلازم الاول انزل التانك كامل من غير محلول. هنشتغل بنفس الطريقة، برضو هننزل مرتين او ثلاثة من الاستخلاص، بعد كده مرة من التبخير. نستنى 5 دقايق الماكينة تبرد او نبردها يدوي زي ما اتفقنا، وبعدين ننزل برضو مرتين ثلاثة من الاستخلاص ومرة من التبخير، وبكده نكون خلصنا الدورة بتاعتنا. الفرق بين المرة دي والمرة اللي فاتت اني مش هستنى ال 15 دقيقة اللي انا استنيتها في البداية عشان المحلول يبدأ يتفاعل في الماكينة، لان المرة دي خلاص انا بشتغل بمية بس بدون محلول، فمش محتاج ان انا استنى الربع ساعة اللي اتفقنا عليها. فاحنا بنفس الطريقة بنفس النظام بنفس كل حاجة هننزل التانك كامل نشطف به الماكينة، وبكده الماكينة بتاعتنا تكون جاهزة للاستخدام ان شاء الله بشكل آمن، ونكون برضو متأكدين ان مفيش اي رواسب باقية جواها وحافظنا على العمر الافتراضي للماكينة. وطبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا عملنا ديسكيل للماكينات اللي اشتغلنا عليها كلها، فانا هعمل لكم قائمه خاصه للديسكيل. لو في اي حاجه مش واضحه اكتبوها لي في التعليقات، او تقدروا تشوفوا فيديوهات الديسكيل على الاقل للماكينات المشابهه، لان عمليه الديسكيل في اغلب الماكينات يعني تقريبا بتكون واحده او على الاقل بتكون قريبه جدا من بعضها في نفس الطريقه ونفس التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم واكتبوا لي في التعليقات. بشكركم جدا للمشاهده، في امان الله.